تابعنا مشاهدينا الكرام إعادة لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد في مدينة أسوان. هذا المنتدى الذي أطلقته مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019 ويسعى للدفع بأجندة الإقارة السمراء خلال المرحلة الراهنة ويناقش عدد من الملفات منها أثار وتداعيات تغير المناخ على السلم والأمن في القارة وتجاوز تداعيات جائحة كورونا وأيضا التعاون في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر وانتشار السلاح وتحقيق الأمن الغذائي ودفع جهود إعادة الإعمار ما بعد النزاعات. يأتي المؤتمر أيضا أو هذا المنتدى في توقيت بالغ الأهمية لما يعانيه العالم حاليا من توترات متزايدة وأزمة غذائية، بالإضافة إلى أنه يسبق مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال شهر نوفمبر المقبل، والذي يسعى لتسليط الضوء على تداعيات تغير المناخ على تحقيق السلم والتنمية في العالم. وفي هذا المنتدى أيضا يتم تنظيم حوار شبابي بين الشباب الإفريقي لتفعيل مشاركة الشباب الإفريقي في تنمية مجتمعاتهم المختلفة. الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أكد على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والصمود أمام تحديات الأمن الغذائي والإسراع في تنفيذ التعهدات والالتزامات الدولية الخاصة بالقارة الإفريقية والتكيف مع مواجهة أثار تغير المناخ، وأيضا تحدث عن أهمية هذا المنتدى في إيصال صوت القارة الإفريقية إلى جميع الشركاء والفاعلين على المستوى الدولي. من مقر المنتدى مباشرة تنضم إلينا مراسلة النيل أمل صبري. أمل، يعني حدثينا عن فعاليات المنتدى لديك حتى الآن وأهم كلمات المتحدثين في الجلسة الافتتاحية وأصداء هذه الكلمات أيضا. التحية لك ولكل مشاهدي قناة النيل الأخبار. بالفعل انطلقت النسخة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذي يستضيف أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء دول وحكومات. انطلق المؤتمر في شكل هجين ما بين حضور فعلي وآخر عبر الكلمات المسجلة. انطلقت الجلسة الافتتاحية بكلمة لمعالي وزير الخارجية السيد سامح شكري، وبعدها كانت هناك كلمة مسجلة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أكد خلالها على أهمية دعم التعاون وتعزيز التعاون بين دول القارة الأفريقية. أقابها كلمة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة، ثم كلمة مسجلة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والآن تدور جلسة مباحثات ومناقشات يديرها وزير الخارجية السيد سامح شكري. للمزيد يسعدني أن يكون معي السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. سيادة السفير، بنرحب بسيادتك معنا. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ يعني نتكلم بداية عن أهمية منتدى أسوان والجهود اللي بتبذلوها لإنجاح هذا المنتدى في نسخته الثالثة. الحقيقة يعني الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بينعقد العام الحالي أعتقد في ظل ظروف يعني وتحديات متتالية، يعني ما بين الأوضاع الاقتصادية العالمية بتداعياتها، أزمة الغذاء العالمي، وأيضا تداعيات أزمة كورونا اللي لازلنا يعني نشعر بتداعياتها وتحديدا تأثيراتها على الدول النامية ولا سيما في على صعيد الدول الأفريقية. وبالتالي منتدى أسوان هذا العام يكتسب أهمية خاصة لمناقشة مثل هذه الأمور والتحديات، واعتقد انه بيمثل منصه للتحدث حول اهميه بناء القدرات على مستوى القاره الافريقيه والدول الناميه فيما يتعلق بمواجهه هذه التحديات وبناء القدرات سويه.
أيضا أعتقد من الهام يعني الإشارة إلى أنه حضور الوزراء وكبار القادة والمفكرين والأكاديميين والخبراء من حول العالم ومن القارة الأفريقية بالطبع هو لأكبر دليل على أهمية هذا المنتدى ودوره وإسهامه في حقل مناقشة مثل هذه الموضوعات والمساهمة إن شاء الله في مواجهة التحديات الراهنة. احنا بنشكر سيادتك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني جدير بالذكر هنا أن مصر هي من أطلقت منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019، وده بناء على حرصها وإصرارها على دعم وتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية وأيضا ريادتها في ملف أعمار الدول الأفريقية في فترات ما بعد النزاعات. يعني هناك العديد من الموضوعات المهمة التي سيتم مناقشتها على مدار يومين متتاليين خلال جلسات المنتدى، من بينها كيفية دعم وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمواجهة الإرهاب، أيضا تحقيق الأمن الغذائي لدول القارة الأفريقية، كذلك كيفية دعم الجهود الرامية لتعزيز التعاون في عمليات إعادة الإعمار والتنمية في فترات ما بعد النزاعات، كذلك كيفية تجاوز تداعيات أزمة وجائحة كورونا. معنا من مقر المنتدى مباشرة، وما زلنا معكم في هذه التغطية الحية لفعاليات منتدى السلام والتنمية المستدامين في أسوان في نسخته الثالثة، ومعنا عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي أمين عام مركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار، كيف تابعت انطلاق هذا المنتدى في نسخته الثالثة والرسائل التي حملتها كلمة رئيس عبد الفتاح السيسي وكلمة وزير الخارجية سامح شكري في استعراض لرؤية مصر لهذا المنتدى والهدف منه؟ هذا المنتدى علامة مميزة مستنيرة لريادة مصر للقارة الأفريقية. هذا المنتدى الذي انطلق في نسخته الأولى عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، ثم النسخة الثانية، ثم دي النسخة الثالثة اللي بيعقد فيها هذا المؤتمر، يعقد تحت عناوين متعددة مرتبطة بآليات الخروج من جائحة كورونا أو التعافي من جائحة كورونا. يعرض وفي ذهن هذا المؤتمر التحضير لكوب 27، هناك 22 دولة من عموم الدول الأفريقية تحت الخط الفقر أو الدول الأكثر هشاشة، ومن الأهمية يعني أن يكون لهذه الدول نصيب من القوى الكبيرة عندما يعقد كوب 27، خصوصا في الالتزامات المالية الملقاة على عاتقها. ثم بحث قضايا القارة، إذا كنت بتكلم بقى عن الأزمة الحالية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية أو التطاحن الخاص بها وتأثير هذه الأزمة على مثلا الغذاء الموجود داخل القارة. الحقيقة يعني من وجهة نظري يومين أو ثلاثة أيام سوف يعقد فيهم هذا المؤتمر، يعني ورش متعددة، ومتصور أنه علامة مهمة جدا، خصوصا أنه بيحضروا شخصيات دولية وإقليمية. نعم. ومعلوم أن هناك ضمن المجلس الاستشاري 11 شخصية دولية فيه. تمام. رئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلال هذا المؤتمر عن التركيز على دعم الجهود في مواجهة الإرهاب وأيضا تحقيق الأمن الغذائي، أهمية ذلك من خلال التعاون في هذا المنتدى للاكتفاء الذاتي في دول القارة في ظل ما يشهده العالم من أزمة عالمية تؤثر على موارد وإمدادات الغذاء بالطبع. هو ده النقطة المهمة جدا أو ده المفصل المهم جدا، كيف نستطيع أن نصل بدول القارة الأفريقية إلى شكل من أشكال الاعتماد على الذات، شكل من أشكال الاكتفاء الذاتي. الحقيقة أن الأزمة الأوكرانية فجرت يعني موطن مهم جدا وهو مسألة الغذاء، يعني وهذا الأمر إلى حد كبير جدا انعكاساته على القارة الأفريقية وكثير من الدول العربية انعكاسات سلبية للغاية. وعشان كده بدأت تبحث في أروقة هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات آليات الوصول إلى شكل من أشكال الاكتفاء الذاتي. هل نستطيع أن احنا نكتفي ذاتيا؟ نبحث بدرجة أو بأخرى، خصوصا أنه بعض دول القارة تمتلك من المياه وتمتلك من الأرض القصبة اللي تستطيع أن تكتفي ذاتيا
من هذه السلعة الاستراتيجية اللي شكلت أزمة كبيرة جدا نتيجة الأزمة الأوكرانية، علاوة على الإرهاب، لن يستقيم حال ولن يأتي استثمار ولن يكون هناك تنمية مستدامة ما لم يتم الانتهاء من هذه الآفة الخطيرة وهي آفة الإرهاب. فأنا متصور أن كلمة سيادة الرئيس كانت كلمة معبرة للغاية، لكن علامة هذا المؤتمر المميزة والأكثر تميزا هي الريادة المصرية للقارة الأفريقية، خصوصا أن هذا المؤتمر مؤتمر أصبح أقرب إلى مؤتمر إقليمي أو مؤتمر دولي. نعم، كون أن مصر هي اللي أطلقت هذا المنتدى خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019، وما يحمله المنتدى كل عام من جديد، وهذا العام بيتم تنظيم حوار بين الشباب الإفريقي لتفعيل مشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم الإفريقية. تعليق حضرتك على ريادة مصر في قيادة هذا المنتدى وتنظيمه وتفعيله بهذا الشكل؟ يعني شوف، عندما نتحدث عن منتدى يعني داخل أروقته أو من أهميته أن يكون هناك له مجلس استشاري دولي، هذا المجلس الاستشاري الدولي يعني يرأسه وزير الخارجية المصري، هناك 11 شخصية دولية داخل هذا ضمن هذا المجلس الاستشاري الدولي، وإنك أنت بتتحدث عن آليات التعافي الكامل داخل دول القارة الأفريقية. شوف، ينظر إلى دول القارة الأفريقية على أنها ساحة لتسويق منتجات وساحة لجلب المادة الخام وكتلة تصويتية، 55 دولة داخل القارة الأفريقية تستطيع أن تستفيد بها القوى الإقليمية والقوى الدولية. وعشان كده شفنا التسابق القدير ما بين دول العالم، إذا كانت قوى إقليمية وقوى دولية، إيران دخلت إلى هذا المعقل اللي هو داخل دول القارة الأفريقية، تركيا حتى دخلت باستثمارات كبيرة جدا، ناهيك بقى عن الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو اليابان أو ألمانيا أو روسيا أو الاتحاد الأوروبي وغيره من دول القارة الأفريقية. مصر عشان تحمل على عاتقها بعد ريادتها أو ريادتها للاتحاد الأفريقي 2019 وتعمل هذا المنتدى أو تخلق هذا المنتدى وتجعل منه منصة دولية يحضره كثير جدا من الخبراء أو الباحثين أو الأكاديميين، يطرحوا وجهة نظرهم في قضايا القارة وآليات التعامل معها، كيف تكون هذه القارة عافية، كيف نخلق تنمية مستدامة داخل دول هذه القارة، عندما يكون هناك جائحة على غرار جائحة كورونا أو أزمة زي الأزمة الأوكرانية، كيف تخرج من هذه القارة من هاتين الأزمتين بأدنى أضرار ممكنة، وتستطيع أن احنا تخلق لنفسها شكل من أشكال الاكتفاء الذاتي. أنا متصور أن دي مسألة مهمة جدا، وما ننساش أن سيادة الرئيس في آخر ملتقى اللي هو الخاص بالبنك الأفريقي للتنمية والترطير والاستيراد، سيادته إلى حد كبير جدا أعطى أكثر من 30 مليون جرعة مرتبطة بجائحة كورونا لدول القارة الأفريقية. نعم. ودي إلى حد كبير جدا كان شكل من أشكال يعني وضع يدي مصر داخل دول هذه القارة لتصبح مصر من أكثر دول القارة ريادة ليها وتحدثا باسمها وآليات تعامل خاصة بمشاكل هذه القارة مع كثير جدا من القوى العالمية. نعم، قضية أخرى هامة تواجه القارة الإفريقية بخلاف الأمن الغذائي وهي قضية الإرهاب وتبعات هذه الظاهرة وما يتصل بها من جريمة منظمة وانتشار السلاح وإتجار بالبشر وغيره. يعني مصر كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أنشأت مركز الساحل والصحراء لمساعدة الدول الإفريقية على مكافحة ظاهرة الإرهاب وتبعات هذه الظاهرة. كيف ترى أهمية هذه القضية في محور مناقشات المنتدى من خلال إلقاء الضوء عليها و تفعيل التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهتها؟ يعني شوف، عندما نتحدث عن آفة خطيرة زي آفة الإرهاب وعندما نتحدث عن آليات لسبل مواجهة هذه الأزمة الخطيرة اللي إلى حد كبير جدا تشكل معوق أساسي للتنمية المستدامة داخل دول القارة، متصور أن هناك إرادة سياسية لكثير جدا من دول القارة الأفريقية أو زعماء دول القارة الأفريقية لآليات مكافحة هذه الآفة الخطيرة. هذه الآفة الخطيرة تكافح بالتنمية المستدامة وتكافح بالفكر وتكافح بالتركيز الإعلامي
وتكافح بوجود الظهير الشعبي اللي يستطيع أن يتعاظم مع متطلبات الدولة القطرية والوطنية داخل هذه الدولة. وأنا متصور أن دول العالم خطت خطوات كبيرة جدا فيما هو مرتبط بآليات مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص، وجزء كبير جدا من آليات مكافحة الإرهاب هي آليات تسوية النزاعات أو تسوية الصراعات. إذا كنت تتحدث بقى عن تسوية الصراعات داخل دول القارة الأفريقية أو تسوية الصراعات في المنطقة العربية، خصوصا أن احنا عندنا بعض الدول العربية لها يعني جزء مهم جدا من عمق دول القارة الأفريقية، كيف نسوي القضية السورية، كيف نسوي الوضع داخل الساحة الليبية، فبشكل أو بآخر هتساعد ده إلى حد كبير جدا أنك أنت تتحكم في هذه الآفة الخطيرة. وأنا متصور أن هي على مشارف الانتهاء يعني بقدرة وتوافر الإرادة السياسية لدول القارة الأفريقية. نعم، أشكرك دكتور مختار غباش، أمين عام مركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، وينضم إلينا أيضا استعارة السفير إبراهيم حلمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. استعارة السفير، يعني قضية أخرى أيضا إبراهيم الشويمي، عفوا، قضية أخرى يتناولها المنتدى وهو ما يتعلق بمرحلة ما بعد النزاعات وإعادة الإعمار في هذه المرحلة، ومصر أطلقت مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، كيف ترى أهمية ذلك في جهود إعادة الإعمار في الدول الخارجة من النزاعات وتكريس الاستقرار فيها وضمان عدم عودتها مرة أخرى لهذه النزاعات؟ جهود إعادة الإعمار في تقديري لابد أن تنقسم إلى قسمين، إعمار فكري، إعادة إعمار فكري، وإعادة إعمار مادي. الإعمار الفكري هو لابد من تقديم المشورة والتفكير الصحيح للدول الأفريقية، لأن مسألة النزاع بين القبائل لابد أن يتوقف فكريا قبل أن يكون ماديا. فكريا بمعنى إقناع الدول الأفريقية والقبائل الأفريقية بقبول الآخر والتفاهم مع الآخر وإجراء حوار مع فكري مع الآخر. بمعنى أنه لابد من تقاسم الثروة والسلطة. تقاسم الثروة والسلطة أمر مهم جدا بالنسبة للتفكير الأفريقي، لأن القبائل هناك تريد أن تستأثر بكل المقدرات. لابد من بذل جهد كبير جدا في إعادة الإعمار الفكري للقارة الأفريقية، ثم أيضا الإعمار المادي بأن يكون هناك فكرة حيث تمويل البنوك والمؤسسات المالية من المساهمة في إعمار الدول الأفريقية، لأن الدول الأفريقية تحتاج إلى رأس مال لإعادة هذا الإعمار. فلابد من الحوار في هذا المنتدى أيضا لعلاج مسألة الحوار الفكري والحوار التنموي المادي لإعادة الإعمار. نعم نعم، أيضا ما يتعلق بجهود تحقيق السلم والأمن في إفريقيا، وهي قارة يعني بتعاني منذ عشرات السنين من ويلات الإرهاب وهذه الظواهر الخاصة بالجريمة المنظمة وتهريب السلاح وغيره، أهمية أن توضع هذه القضية أيضا في قلب مناقشات المنتدى وإيصال صوت القارة السمراء إلى الشركاء الدوليين للعمل على تنسيق الجهود لمواجهة الإرهاب. لابد من تطبيق المبادرة كان قد أطلقها السيد الرئيس، مبادرة إسكات البنادق. لابد من أن تدخل هذه المبادرة حيز التنفيذ من حيث إسقاط المبادئ، بمعنى أن يتم الحوار بين الفرقاء الأفارقة في الدولة الواحدة، أن تتوقف الحرب الأهلية، ولابد من الحوار بين كل القبائل للوصول إلى فكر معين كيفية اقتسام، مرة أخرى أقول اقتسام الثروة والسلطة. هذه هي المشكلة الرئيسية في القارة الأفريقية، اقتسام الثروة والسلطة. لابد من إجراء حوار فكري حول قبول الآخر ومقاسمة الآخر في الخيرات ومقاسمة الآخر في السلطة، مقاسمة الجميع يشترك في السلطة والجميع يشترك في الثروة ولا يستأثر بها أحد. إذا وصلنا إلى هذا وإذا وصل
كيف يصل المؤتمر إلى نقاط خاصة بهذين المسألتين. يجب أن يصل إلى هذا وحدد تواريخ الاجتماع وعدد القبائل التي مشتركة وقدرات هذه القبائل على اقتسام السلطة والثروة وقدرات هذه القبائل على الدخول في حوار فكري للاقتناع وتغيير الأفكار القديمة باستنصار بالصبر والصبر. لابد من أفكار جديدة لكي يصل الأفارقة إلى حل هذه المشكلة. نعم. أيضا سعادة السفير، ما يتعلق بتوقيت انعقاد هذا المنتدى قبيل أشهر قليلة من انعقاد منتدى كوب 27 في شرم الشيخ، الدورة 27 لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وتنسيق الجهود أيضا للخروج بنتائج تصب في مصلحة العمل المناخي الدولي الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الملوثة للمناخ ومواجهة تداعيات تغير المناخ عالميا. كيف ترى أهمية المنتدى في تحقيق هذا الهدف؟ المنتدى في منتهى الأهمية لأنه يعتبر مؤتمر تمهيدي لمسألة مؤتمر المناخ المقدر له في نوفمبر القادم في شرم الشيخ. ثلاث مسائل يجب أن يحصل المؤتمر: مشكلة التصحر، ومشكلة ندرة المياه، ومشكلة الجور على اقتطاع الغابات وتغيير البيئة المحيطة الزراعية الموجودة في الدول الأفريقية المختلفة. هذه المسائل الثلاث لابد أن يبحث المؤتمر بعمق وأن يصدر فيها قرارات بعمق وأن يصدر فيها قرارات قابلة للتنفيذ وأن يحدد لها تواريخ للتنفيذ. كل هذا يساعد على التمهيد لمؤتمر المناخ الكوب 27. نعم. أشكرك سيادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. وفي كلمته خلال منتدى أسوان، استعرض وزير الخارجية سامح شكري رؤية مصر لمواجهة التحديات القائمة والتي تقوم على عدة محاور، أهمها تنويع مصادر واردات الغذاء لدول القارة والتنسيق القاري سعيا للوصول للاكتفاء الذاتي. أولا، أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار مع ضرورة التنسيق القاري من أجل النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية الأفريقية سعيا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. ثانيا، ضرورة احتواء أثار السلبية المحتملة على قارتنا الأفريقية نتيجة لتوتر الدولي القائم والحيلولة دون تشتيت الجهود الدولية عن مواجهة التحديات القائمة بالفعل وتحجيم أثارها الأمنية والاقتصادية خاصة على الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار في قطاع الطاقة، وإسهام ذلك بشكل مباشر في زيادة معدلات الفقر والجريمة المنظمة واستقطاب التنظيمات الإرهابية للشباب في أفريقيا. وننوه هنا بضرورة تضافر الجهود الدولية دعما للدول الأفريقية وظروفها الاقتصادية. وأكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة تبني نهج شامل لمكافحة الإرهاب وتعبئة التمويل اللازم لتحقيق السلام والتنمية المستدامين في ظل التطورات العالمية. ضرورة تبني نهج شامل لمكافحة الإرهاب وتعبئة التمويل اللازم لتحقيق السلام والتنمية المستدامين في ظل التحولات التي تشهدها الساحة الدولية، والعمل على بناء مؤسسات وطنية أفريقية قوية وقادرة على مواجهة المخاطر الإرهابية، بالإضافة إلى اللقاء الدوري على مساهمة الشباب الأفريقي في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق السلام والتنمية المستدامين، وهو ما حرص عليه منتدى أسوان من خلال إطلاق حوار شبابي يتم تنظيمه لدول القارة. كما شدد شكري على أن مصر بصفتها الرئيس القادم للدورة 27 لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ ستعمل على خروج المؤتمر بنتائج محددة تصب في مصلحة العمل المناخي الدولية، لا سيما خفض الانبعاثات والتكيف مع التبعات السلبية لتغير المناخ. إن مصر بوصفها الرئيس القادم للدورة 27 لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سوف تعمل بالتنسيق مع أشقائها في أفريقيا على خروج المؤتمر بنتائج محددة تصب في مصالح العمل المناخي الدولي،
ولا سيما خفض الانبعاثات والتكيف وبناء القدرة على تحمل التبعات السلبية لتغير المناخ، وتمكين الدول النامية وخاصة الأفريقية من ذلك عبر تعزيز النفاذ لأدوات التنفيذ اللازمة وفي مقدمتها عبر موارد تمويل المناخ. وخلال كلمته في الدورة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن القارة الإفريقية تواجه عدة تحديات منها المجاعات ونقص المياه وغيرها. تقدم القارة الأفريقية فقط 30% من الغازات الدفيئة، إلا أن القارة ودول القارة هي الأكثر تأثرا تعرضا للمجاعات وللأزمات الخاصة بنقص المياه. وطبعا بكل الدول وهناك حوالي 10% على الأقل من الشعوب الأفريقية تعاني من إتاحة الدعم للحصول على أو الوصول لأمان واستدامة مستقبلية للاقتصاديات. ولذلك في مواجهة الكوفيد-19 قامت كل الشركات الدوائية والحكومات أن تعمل معا لتقديم كل مساعيها لتقديم عدد من اللقاحات والأدوية. ومعنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي بالأهرام أستاذ جميل عزيزي، أهلا بك. أهلا بحضرتك. يعني كيف ترى أهمية هذا المنتدى في إيصال صوت القارة السمراء إلى كافة الشركاء والفعالين الدوليين لضمان أن تظل قضايا القارة على محور اهتمامات وأولويات العالم في ظل ما يشهد العالم من أزمة عالمية ربما تعيد ترتيب الأولويات؟ هو الأفريقية والاهتمام بالقارة الأفريقية على كافة المستويات وتقديم كل ما هو ممكن من اجل الارتفاع بمستوى القاره. احنا عارفين ان القاره الافريقيه للاسف الشديد هي من اكثر القارات فقرا، ولكنها تمتلك ثروات طبيعيه كبيره جدا لم يتم استغلالها حتى وقتنا هذا، وده لعده اسباب: عدم وجود التمويل اللازم، وجود المعدات والامكانيات، وايضا الصراعات الإثنية اللي موجودة في بعض القارات الدول الأفريقية وتغلغل العناصر والتنظيمات الإرهابية. فمصر بتسعى من خلال هذه الاجتماعات من أجل توحيد الرؤى، من أجل الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة داخل القارة الأفريقية ورفع المعاناة عن كاهل المواطن الأفريقي. مصر منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى وقتنا هذا ويهتم كثيرا بالقارة الأفريقية وبالدول الأفريقية، وتأكد ده لما مصر وقفت الاتحاد الأفريقي. كانت مصر ولا زالت هي الصوت الأفريقي أمام العالم كله، بتسعى إلى عودة الاستقرار، بتسعى إلى إيصال الصورة الحقيقية للدول الأفريقية والمعاناة التي تواجهها الدول الأفريقية خلال الفترة الأخيرة. مصر قدمت خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تجمع الساحل والصحراء وتدريب عناصر من رجال القوات المسلحة والشرطة في القارة الأفريقية، وأقامت مركز للساحل والصحراء لديها مبادرة إسكات البنادق داخل القارة الأفريقية، أيضا العديد من المبادرات بتتخذها مصر، لأن الاستقرار الدول الأمن أولا ثم بعد كده التنمية في حالة تطهير العناصر والتنظيمات الإرهابية المتواجدة أو وجود صدر هذه الجماعات التنمية تبدأ في عملها. وعلى الجانب الآخر أيضا مصر أقامت علاقات اقتصادية وعلاقات تجارية مع العديد من الدول، قدمت خدماتها في مجال الطاقة، في مجال بناء السدود في تنزانيا، في كافة المجالات من أجل التنمية. في الوقت الحالي طبعا احنا لو شايفين ان في نهاية العام الحالي ان شاء الله مصر هتستضيف قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، وهيبقى فرصة قوية ان مصر توضح امام العالم التهديدات اللي بتواجهها القارة الافريقية في مجال تغير المناخ، وان هي قارة اقل قارة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية اللي هتأثر بشكل كبير على البيئة وهتأثر على التربة وهتأثر على المواطن أيضا.
نعم، خلال كلماته أيضا في افتتاح المنتدى شدد أنطونيو غوتيريش على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتوفير الدعم اللازم للقارة الإفريقية حتى تحصل على احتياجاتها الأساسية من الغذاء والأمصال وغيرها. كيف ترى ضمانات تفعيل ذلك على أرض الواقع، وما يمكن أن يقدمه المنتدى من أجل تحقيق هذا الهدف؟ هو طبعا يجب أن يكون ضمانات على مستوى العالم من دول العالم كلها أن هي تقديم كل التسهيلات للقارة الأفريقية في اللقاحات أو في الغذاء وتقديم الخبرات الكاملة من أجل التنمية المستدامة. يجب أن يكون هناك مواثيق ملزمة بين الدول الكبرى وبين القارة الأفريقية أو بين الاتحاد الأفريقي والقارة الأفريقية من أجل تلك المبادرات أو تلك الدعم اللي سيقدم من الخارج. وأعتقد أن يعني يجب على العالم أن يعلم جيدا حجم المعاناة التي تعانيها الدول الأفريقية. نعم. من والسبب في بعض الدول الكبرى اللي هي بتتدخل بشكل كبير في شؤون القارة الأفريقية، وده بيؤثر بشكل كبير على الاستقرار، يؤثر بشكل كبير على التنمية داخل القارة الأفريقية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا خلال كلمته أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ التعهدات والالتزامات الدولية تجاه القارة الإفريقية الخاصة بالتكيف مع أثار التغير المناخي ومواجهة تداعيات تغير المناخ. يعني حتى الآن ربما لم تقدم الدول هذه الالتزامات أو التعهدات التي التزمت بها في مؤتمرات دولية سابقة خاصة بمناقشة تداعيات تغير المناخ. أهمية هذا المنتدى في تذكير الدول بتنفيذ تعهداتها ووضع آليات لتقديم هذه المساعدات أو هذا الدعم إلى الدول الأفريقية المتأثرة من تداعيات تغير المناخ. هو طبعا المنتدى النهاردة هو صوت أفريقيا اللي بيوصل للعالم كله أن هناك تعهدات عالمية والتزامات من دول كبرى لم تتحقق داخل الدولة القارة الأفريقية. كان في التزامات في قمة المناخ الأخيرة في جلاسكو لم تتحقق حتى وقتنا هذا، وتطالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأفريقيا لمواجهة التغيرات المناخية. فأعتقد أن هذا ما المنتدى النهاردة هو بيؤكد للعالم رغم الظروف اللي بيمر بها العالم، لكن هناك التزامات على الدول الكبرى يجب أن تنفذها. وأيضا على الجانب القوة المصرية اللي احنا شايفينها في الوقت الحالي اللي هي بتتحدث بلسان القارة الأفريقية، أعتقد أن دول العالم يجب أن تلتزم بتعهداتها تجاه القارة الأفريقية. نعم، أشكرك الأستاذ جميل عزيزي الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام على هذه الرؤية. ومشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة مع حضرتكم على مدار اليوم لمتابعة كل ما يستجد على الساحة المحلية.